وفي ابو ظبي شهد اليوم الاخير لادلاء المصريين باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه توافد اعداد كبيره من ابناء الجاليه المصريه على مقر السفاره المصريه للادلاء باصواتهم. وعبر ابناء الجاليه في ابو ظبي عن فرحتهم بالعرس الديمقراطي برفع اعلام مصر والتفاعل مع الاغاني الوطنيه على مكبرات الصوت تعبيرا منهم عن حبهم وعشقهم لوطنهم.